ظلي احنا مرتين على تشامبيونز ليغ، تعرف كل جمعيه وطموح نتاعها. احنا طموح نتاعنا تشامبيونز ليغ، هما طموح نتاعهم يربحوا الاسبيرونس، يربحوا الاسبيرونس. اليوم احنا جمعة جايين نلعبوا تشامبيونز ليغ، نشوفوا في النهاية. طموحنا نحن باش نفوزوا بلقب، مانيش طموحنا، مانيش أول مرة نادي غادي الصفاقسي تفوز على الراجل، اللي برشا مرات فازت عليها، وإن شاء الله آخر العام تو يلقى الإجابة معناها إن شاء الله. ما نساوموش لهنا سيرتو في طيب الميري، جاو كلاو زوز وروحوا، إن شاء الله في رادس غادي.